حياكم الله. أولى موضوعاتنا لهذا المساء مع الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، حيث انطلق صباح اليوم المخيم العلمي الصيفي الثامن والذي نظمه مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، وذلك من أجل التعريف بأهمية علوم الفلك وتقنيات الفضاء وتنمية معارف الطلبة علميا وصقل مهاراتهم. زميلتنا شهد مهند أعدت هذا التقرير حول هذا المخيم، خلونا نتابع. تماشيا مع توجيهات دولة الإمارات العربية المتحدة في الاهتمام بمجال الفضاء، ينظم مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك المخيم الفضائي الثامن، والذي يمتد من الثامن حتى الحادي عشر من شهر يوليو الجاري للفئة العمرية بين 15 و18 سنة من الناشئة، والذي يرمي إلى التعريف بعلوم وتقنيات الفضاء والفلك وتنمية الطلبة علمياً وصقل مهاراتهم من خلال التجارب المباشرة في هذا المجال الحيوي والمهم وتطوير قطاع الفضاء الوطني. هؤلاء الشباب جاءوا وهم في حماسة شديدة للتعلم عن الفضاء والفلك. بعضهم جاء ليخبرنا أنه يريد أن يكون فلكياً، وآخرين من الشباب والبنات جاءوا يقولوا نريد أن نشارك في مستقبل البلد في الفضاء. فهم يعرفون أنه بعد أقل من عام سيكون هناك رائد فضاء إماراتي في محطة الفضاء الدولية، فجاءوا مدفوعين بذلك. وبعضهم أيضا يعرف أن هناك مركبة أو مسبار فضائي سيكون في مداره حول المريخ بعد عامين أو ثلاثة، وهم أيضا جاءوا مدفوعين بذلك لكي يشاركوا في تحليل المواد العلمية والمعلومات التي سوف تستلم من الأرض وتحلل وتدرس هنا في الإمارات. فهم من سيدرسون ذلك، وهم من إن شاء الله سيرفعون الراية عاليا. بدأ اليوم الأول بلقاء تعريفي للطلاب. عندنا جلستين يوميا، الجلسة الأولى اليوم بعد العرض ابتدت عن التلسكوبات، الجلسة الثانية عن قياسات الكون. نفس الشيء بيستمر المخيم خلال هالثلاث أيام، يوميا يكون عندنا جلستين. يوم الأربعاء بيكون اليوم الختامي وتكريم للطلاب للمخيم الثامن. يركز المخيم في دورته الثامنة على التعريف بأهمية علوم الفلك وتقنيات الفضاء وتفسير بعض المظاهر الكونية والإلمام بالمعارف العلمية والنظريات الأساسية لهذه العلوم والتعريف على تقنيات الرصد وتكنولوجيا الفضاء ومعرفة أهمية مشاركة الدولة في هذا القطاع والاستثمار في قطاع الفضاء والبحث العلمي عن طريق ورش العمل والجلسات التفاعلية التي يقدمها المخيم للطلبة المنتسبين. نحن نعرف أن الإمارات متوجهة لاكتشاف الفضاء، ونعرف أن خلال السنة الجاية بيطرشون رائد فضاء إماراتي لمحطة الفضاء الدولية. فهالمبادرات اللي منطلقة من الدولة هي تحثنا وتحفزنا أن نتعلم عن الفضاء أكثر، بحيث أن نقدر نخدم الدولة في هالمجال. المخيم الفضائي الثامن جهود مبذولة يستمر في تقديمها مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك دعماً لخطط الدولة الاستراتيجية وتنمية لمعرفة وقدرات المهتمين بعلوم الكون والفضاء، وما هو إلا بمثابة تمهيد للشباب في دخول عالم الفضاء ورفع اسم دولة الإمارات عالياً منافسة لدول العالم أجمع. حياكم الله مجددا عن هذا المخيم وأهميته وأهم ما خصصهم برامج وأنشطة لمنتسبيه. اليوم نستضيف في استوديو أماسي الأستاذ أحمد صلاح الدين، مرشد علمي في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك. حياك الله أحمد، مساء الخير. الله يحييك، أشكرك، يعطيكم العافية. الله يحفظك. أول شيء خلنا نتعرف على هذا المخيم. طبعا هذه النسخة الثامنة من المخيم العلمي أو الفضائي مثل ما سميناه اللي يقام في المركز. الهدف من هذا المخيم في البداية بشكل عام؟ طبعا الهدف كيف نقدر نعلم الطالب تطبيقات
النظريات أو الدروس اللي علمها في المدرسة كيف يطبقها في الحياة الحقيقية، أو كيف يعرف شو الاستفادة من هذه النظريات مثلا. مثلا الفيزياء دائما طلاب يعني يشتكون يقولون صعب، يقولون ما أدري كيف أعالج، ما أدري المعادلات صعبة، رياضيات. بس الشيء الحلو اللي فيه أن الفيزياء في كل مكان، وكيف إذا طبقنا شيء تجربة مثلا قدام الطالب وشاف التجربة، فهذه تعليم يعني بسميه تعليم حقيقي وتعليم أقوى من تعليم الكتابة والحفظ فقط. صحيح. فالهدف الحقيقي أن نوجه الطالب إلى علم الفضاء والفلك بطريقة يعني يستمتع فيها. صحيح. وطريقة يتعلم فيها بسرعة أو طريقة يتعلم فيها برفاهية شوي. بعض الطلبة يمكن أحمد مثل ما ذكرت ما عنده تصور أن هاي هي تطبيقات الفيزياء مثلا اللي أنا أدرسها، أو الكيمياء حتى، أو يمكن حتى المعادلات في الرياضيات، ما يتخيل ان لها تطبيقات بعدين في علوم الفضاء والفلك. صح، صح كلامي ولا؟ صحيح صحيح 100%. حتى انا يعني يمكن طالب نفس الشيء، يعني ما يكون عندهم تصور ان هاي هي هذا جزء من تطبيقاتها بالاصح، او كيف تطبق في علوم الفضاء والفلك. صحيح. فمثل ما ذكرت يعني يوم يتوجه الطالب لهذا المخيم يمكن حتى يشجعه او يعطيه دفعه كبيره انه يتخيل مستقبله لو اتجه لمجال علوم الفضاء والفلك. نعم. يمكن هالشيء تلاحظونه أنتم من خلال المخيمات. صار في عندكم طلبة خصوصاً أنتم الفئة اللي تستهدفونها ذكرنا في التقرير من 15 إلى 18 سنة. صحيح. هم أصلاً شباب وبنات مقبلين على المرحلة الجامعية. نعم. فلاحظتوا أحمد من خلال هالمخيمات أنه بالفعل كان في شباب أو بنات عندهم هاي صار عندهم هاي الميول إن يخوضون التجربة في علوم الفضاء والفلك، أو يتجهون لها مستقبلا في الدراسة الجامعية. طبعا في المخيمات الماضية مثلا كان في طلاب يو دخلوا على المخيم وكان عندهم فكرة يمكن خلينا نشوف شو الوضع، خلينا نشوف شو المادة حلوة ولا ممتعة ولا شوف فيها شيء مستقبل. وآخر يوم المخيم يو عندي بعد ما خلصوا آخر يوم هو الساينس فير، يعني هم يسوون فيه تجارب. هي. يو عندي شخصيا قالوا متى بيفتحون الجامعة تخصص أفتح فيه أدخل فيها وأدرس الفلك بطريقة متخصصة. نعم. هذا الكلام صراحة يفرح الأستاذ نفسه، وأنا فعلا يعني مع التجارب هذه اللي أسويها مع الطالب أتمنى أنهم يلحقون الموضوع ويكملون دراسة الماجستير حتى يأخذون دكتوراه ويصبحون دكاترة وبروفيسور في نتمنى الجامعة. نتمنى أن هاي فعلا المخيمات تكون يعني تفتح لهم أو تفتح عيونهم وأعين كذلك يمكن أولياء أمورهم أو أهاليهم على المجالات يمكن اللي ما كانوا يتخيلون أنهم يخوضونها في يوم من الأيام. صحيح. ذكرنا الفئة المستهدفة أحمد من 15 إلى 18 سنة. نعم. ليش هالفئة بالتحديد وليش ما في أعمار أصغر منها؟ نحن آخر مخيم سويناها كان عندنا فئتين من 11 للرابع عشر وبعدين 15 ل18 وشفنا ان توزيع العمل كان توزيع كبير فبين يعني فئتين هي. فهالمره نحاول نركز تركيز كامل على الفئه المتقدمه او الثانويه نقولها في الجامعه في المدرسه نقولها في عشان تكون الانشطه كلها متركزه على نعم. هاي الفئه هي. اللي ان شاء الله مقبله على مرحله جامعيه. صحيح. يمكن. طيب خلينا الحين ندخل في المخيم نتكلم عن اللي يميز هذا المخيم الصيفي واهم البرامج والانشطه اللي خصصتوها لهذا المخيم، ويمكن بعضها ما خصص لمخيمات سابقه. هاي هاي المره عندنا تجربه جديده اسمها الطيف الكهرومغناطيسي. كيف نعرف الطالب على انواع الطاقه اللي موجوده؟ طبعا احنا قاعدين نشوف الضوء اللي حوالينا احنا، هذا نوع من الطاقه اللي موجود في طيف كبير. ففي الطيف هذا عندكم سبعة أو أكثر من أنواع، يعني مش بس نوع واحد من الطاقة، أنواع مختلفة. فنعلمهم كيف الأمواج تعمل في الكون، أو كيف تتحرك الأمواج، وشو الفرق إذا إحنا تحركنا مع الموج أو عكس الموج. بالإنجليزي نسميه دوبلر إفكت. فهذا شيء جديد طورناه المرة. وأيضا عندنا تطوير في برامج التحديات في الفضاء في الخارجي. في تطبيقات طبعا عملية لكل طبعًا البرامج اللي تتحدث عنها. هذا اللي فرقنا بين المدرسة التدريس في الصف أو في الفصل. نظريا في الفصل. نظريا هي. إحنا كلنا أكثرها نحاول نكون عمليا. تطبيق عملي. نعم. غيره من برامج الأنشطة كذلك اللي خصصت لهذا المخيم. هي. في اليوم كان عندنا صناعة التلسكوب. وايضا عندنا اليوم هو اليوم الاول. اليوم الاول طبعا اول يوم أي. اول يوم بيكون عندنا اول شيء زياره القبه الفلكيه مع العرض، وعقب العرض بيكون عندنا صناعه التلسكوب يصنعها. فكل مره نطور في كل ورشه نطور فيها كم من شيء. يكون موضوع نفسه بس يكون في تطوير كعمل او كماده. وايضا عندنا حجم الكون مثلا. فهالمره احنا بعد روينا للطلاب كيف اذا نقدر نصنع مجموعه شمسيه في الشارجه
في البحيرة مثلا. نحط الشمس في مركز البحيرة ونشوف وين الكواكب تكون حواليها عشان نعرف شو حجم توزيع الكواكب. صحيح حجم الكواكب وايضا مسافات بين الكواكب. هذا اليوم الاول. مباشرة ان شاء الله بيكون يوم شجي جدا، بيكون عندنا تجارب كثيرة. انتم كم يوم احمد البرنامج؟ كم البرنامج؟ 4 ايام، مدته 4 ايام، يعني يتم التركيز فيها على الطلبة في 4 ايام. صحيح. الان تحدثنا يمكن عن اليوم الاول. هي. اليوم الثاني اللي هو باكر ان شاء الله، طبعا احنا نشوف يمكن لقطات فيها الشباب والبنات في اول يوم. نعم. اليوم الثاني ان شاء الله اللي هو باكر، شو البرنامج اللي بيطبق؟ باكر بيكون موضوع فضائي بالكامل. اليوم كان فلكي استرونومي، وباكر بيكون فضائي سبيس ساينس. فباكر ان شاء الله بيكون نبدا من تحديات الفضاء. طبعا الفضاء فيه ثلاث اكبر تحديات، الا وهي هو الجاذبية الاول، وعندكم الضغط، وايضا الحراره. فعند تجارب كثيره لما شفت الكاسه هاي قدامي ذكرت تجربه اللي كان عندنا، كيف نقدر نغلي هذا الماي بدون ما نستخدم الـ النار. تعرفين كيف؟ لا صار عندي فضول. قول احمد كيف. اذا خفينا الضغط حوالي الماي هذه بتبدا تغلي. كيف نخفف الضغط؟ يعني نقدر نحطها في فاكيوم اللي مفرغ الهواء، نحط فيها باكر بيكون ان شاء الله طلاب اذا سمعوا يكون مكان ما في هواء نهائيا مسحوب، نخف نشيل الهواء من المكان ويخف الضغط بنفس الوقت. أوكي. لان وجود الهواء يعني فعلا فيها ضغط. لو خفينا الضغط وقللنا على مستوى معين الماي تبدا تغلي. سبحان الله. وليش نعلمهم هالتجربه هذه؟ اذا الانسان راح الفضاء بدون ما يلبس بدله رائد فضاء، بدون ما يكون عنده حمايه لجسمه، شو بيستوي فيه؟ لأن الجسم أكثرها سائل. سبحان الله. فإذا سائل بدأ يغلي أكيد بيتوفى الرائد الفضاء. هي. أنا قلت يحترق وما يحترق أصلا. لا تخيلت. لا طبعا عشان شي نشوف يمكن رواد الفضاء دائما وأبدا يعني لابسين الملابس أو البدلة الخاصة فيهم. سبحان الله. هي. جميلة هالتجارب العلمية التطبيقية. يعني أنتوا تقريبا باكر بيكون في تطبيق عملي للتجارب اللي ذكرتها أحمد، أو أهم التحديات اللي نواجهها في الفضاء. لكل تحدي في كل تحدي من هذه التحديات الثلاثة اللي ذكرتها ممكن أن أنتوا تسوون تجارب. صحيح. علمية تطبق. صحيح. أو يطبقونها الطلبة. نراوي الطالب الخطر ونطبقها في الحياه الموجوده على الارض، ما نقدر ناخذهم على الفضاء حين ان شاء الله المستقبل اذا قدرنا الحمد لله. تجارب علميه تكون تطبق على. صحيح. ارض الواقع. هي. اليوم الثالث ان شاء الله. اليوم الثالث بيكون على شو؟ بيكون يوم الثالث بيكون عن موضوع الامواج الكهرومغناطيسيه والطيف الكهرومغناطيسي. هي. وايضا عن القياس او رصد الشمس باستخدام الامواج الراديويه او الانفراريد. الا وهي الراديوية. طبعا هو امواج راديوية، طبعا الشمس تبث امواج راديوية، وفي طرق معينة نقدر نستقبل الامواج هذه ونقرأها على شاشات. فصنعنا طبقة اللي طبقة الساتلايت الدش العادي، وركبنا عليها اجهزة اللي بتقيس امواج الراديوية، فنقدر نوجهها للشمس ونقدر ناخذ منها التفاصيل ونشوف الامواج تتغير كيف. ما نقدر نقول ان الدقة 100%، بس كتجربة للطالب بيفهم ان الشمس ليست فقط امواج مرئيه ولكن امواج راديويه ايضا. سبحان الله. وبعدين بيكون في ان شاء الله امواج تحت الحمراء، هذه اشعه تحت الحمراء بيكون تجربه ثانيه. يعني بتدخلون شيء في تفاصيل ربما عن. صحيح. هذه الموجات. هي. وكذلك ايضا عده تجارب علميه. نعم. كم طالب وطالبه ما شاء الله هالسنه في المخيم؟ 20. خليني انتقل اليوم الرابع بعدين اسالك عن الطلبه. طيب. يمكن او اذا في شروط معينه. هي. لاستقطاب الطلبة. اليوم الرابع واليوم الأخير شو بيتركز إن شاء الله؟ اليوم الأخير مب يوم تعليمي، يوم هم بيأخذون المنصة. نعطيهم التجارب ونقسمهم على جروبس أو مجموعات، ونخليهم يسوون تجارب، ويكون عندنا ضيوف بيون يزورونا بيشوفون. المعرض بيكون. حلو. بنحاخذ المعرض كامل بنحولها على مكان يسمونه ساينس فير، أو المكان اللي بيعرضون فيها التجارب اللي تعلموها في الثلاث ايام الماضيه. نفس هالتجارب احمد راح تطبق في اليوم الرابع ولا؟ نعم. في تجارب مختلفه راح تطبقونها نفس التجارب اللي سووها هم ويشرحون للضيوف، حتى اولياء الامور الطلاب بيكونوا موجودين مرحبين للتكريم. يعني مثل معرض ربما معرض تطبيقي لكافه التجارب اللي يمكن مروا فيها خلال ثلاثه ايام. نعم.
وحتى جدام بالفعل أولياء أمورهم مثل ما ذكرنا يمكن في البداية أن أولياء الأمور لو شافوا إلى أي مدى أبنائهم متقدمين في هذا المجال، مجال علوم الفضاء والفلك، أعتقد أن هاي بتكون دفعة كبيرة كذلك حتى من أولياء الأمور أنهم يشجعون أبنائهم على الدخول في هذا المجال. فعلا فعلا. نرجع شوي نتكلم عن الطلبة، طلبة 20 طالب وطالبة فقط اللي تم اختيارهم. صحيح. ليش؟ طبعا الاختيار يعني ما فيها كثير من البروسيجر أو ما في شروط معينة، ما في إجراءات معينة مثلا تتبع؟ لا، مفتوح المجال، مفتوح المجال لكل طالب وطالبة. وأيضا نشوف يعني بس فئة العمر وكيفية اهتمام الطالب في الموضوع بالمجال العلمي. في عندكم مثلا اختبار أول ما يقبل على المخيم؟ لا فعلا ما عندنا اختبارات، ما في اختبارات. لأني حسيت أن العدد يعني قليل، أنا أتمنى أن الأعداد تزيد في السنوات القادمة في المخيمات القادمة، لأن بالفعل هاي خوض مثل هذه التجربة شيء جميل جدا، ما أعتقد أن الطلبة يعني ممكن يتكرر وايد في حياتهم. صحيح. خصوصا يعني بعد المدارس. طيب أحمد، من خلال ملاحظاتكم قبل أن أنتقل للقبة الفلكية، من خلال ملاحظاتكم ما شاء الله ثامن مخيم يقام في خلال 3 سنوات أو 4 سنوات فقط. صحيح. إلى أي مدى تحسون أن هذه المخيمات بالفعل تؤثر في الطلبة، تؤثر في مدى إدراكهم، في توسيع مداركهم في هذا المجال، مجال علوم الفضاء والفلك؟ لما نشوف زياراتهم تكثر، تتكرر ويرجعون مرة ثانية على المركز ويشوفون شو الجديد، لازم وكل مرة يتابعون ويشوفون شو الجديد، يبغون يشوفون المرصد مثلا، يجون يزورون الفعاليات في المرصد ودائما يعني موجودين حوالينا. فالوجود هذا يثبت ان الطالب يصير في بتأثر. ارتباط من بينهم وبين طبعاً. المركز طبعاً. صحيح. يعني بعد كل مخيم يصير في مثل نوع من الارتباط بينهم. صحيح. وهذا دليل بالفعل على انهم يعني حابين هذا المجال وحابين انهم يخوضون فيه اكثر. خليني اتكلم عن القبه الفلكيه بشكل خاص. نعم. انت ذكرت احمد ان اول يوم الطلبه يزورون القبه الفلكيه. نحن نعرف ان القبه الفلكيه لها انشطه متعدده الحقيقه في كل فتره من العام. خلينا نتكلم عن الايام القادمه او الفتره القادمه، ما هي انشطه القبه الفلكيه فيها؟ طبعا القبه كل يوم في عروض فيها، في عروض للجمهور العام الساعه 1 لين الساعه 2 كل يوم، هذا من الاحد للاربعاء. من 1 لين الثنتين. الثنتين ساعه. ايش معنى في هاي الساعه؟ اخترتوا هاي الساعه ليش؟ نشوف الزيارات الرسمية أو زيارات العامة للجمهور العام عقب الظهر بيكون أو قريب الظهر، فيون أول الساعة 12 إذا يون يصلون مثلا في مكان عندنا صلاة، ويلفلفون في القاعة المعارض. هي. يشوفون المعارض على الوحدة بيكون يعني خلصوا تقريبا شافوا المعارض. خلصوا طبعا كافة المعارض وقرأوا الأشياء وتعلموا وبعدين يدخلون القبة ويشوفون العرض. هذه الأنشطة أيام الأسبوع. أنشطة أيام الأسبوع هذا بشكل يومي في عرض من الساعة 1 لين الساعة الثانية. هذا العرض تركز على شو أحمد؟ خلينا نتكلم عنه قبل أن أنتقل للأنشطة الأخرى. عندنا قسمين للعرض. قسم الأول أو الفقرة الأولى في العرض تقريبا نصف ساعة بتكون عن النجوم. أول 10 دقائق تقريبا بتكون عن النجوم والأبراج السماوية والكوكبات النجمية وحركة الشمس وحركة النجوم والقمر مثلا. وعقب رحلة من الشارقة. كيف يشوفونها الزوار؟ عن طريق؟ لا، عن طريق العين المجردة. سبحان بدون الله. أي نظارة ولا 3D ولا شيء، لأن الشاشة أوريدي يعني منحنية 360 درجة، فيقدرون يشوفون حواليهم كامل، يعني يكون نجوم كلها نجوم حقيقية، نجوم على مواقعها الأصلية، يشوفونها بشكل مباشر. إيه مباشر. ونحرك السماء مرابيهم الليل والنهار والنجوم كلها والأبراج السماوية والكوكبات. سبحان الله. وعقب رحلة من الشارقة، رحلة تخيلية من الشارقة إلى فضاء الخارجي. هذه رحلة تخيلية تكون رحلة في تخيلية. النص ساعة الثانية. صحيح. أو لين من النص ساعة، أول نص ساعة هذه. هذه أول نص ساعة. أول نص ساعة فيها كل شيء. النصف الثاني بيكون الفيلم الوثائقي. في فيلم وثائقي. في عندنا 10 مواضيع أفلام. حسب الجدول نقدر. يعني خلينا نقول إن في كل يوم من أيام الأسبوع في فيلم وثائقي مختلف. كل يوم. مختلف. يعرض. صحيح. وفي 10 أفلام وثائقية ربما يعرض كل منها في يوم، يعني حتى اللي بيجي زيارات متكررة يمكن نشوف أفلام وثائقية مختلفة. صحيح. صحيح فعلا. طيب شو الأنشطة الأخرى كذلك أيضا؟ الصباح في عروض للمدارس والجامعات. عندنا عرض الساعة 9 لين 10، وعندنا عرض نفس هذا العرض أحمد تقريبا النصف الأول بيكون تقريبا نفسه.
والنصف الثاني حسب طلب الجهة أو المؤسسة الجهة أو المدرسة أو أعمار. إحنا نحدد على أعمار الطلاب. الفئة العمرية نفسها إذا كانوا العمرية. أطفال أو إذا كانوا صحيح. طلاب جامعات صحيح. أو كذلك أيضا طلاب مدارس أكبر صحيح. عمرا صحيح. طيب بالنسبة للوفود السياحية نحن نعم. نعرف أحمد أنه ما شاء الله يعني في السنوات الأخيرة شارقة أصبحت تستهدف العديد من الأفواج السياحية اللي تيجي من خارج الدولة. ممكن ما تتخيل أن إحنا عندنا مثل هذا المرصد الفلكي أو نعم. مثل هذا المركز أو مثل هذه القبة الفلكية. طيب. في أنشطة عادة تخصص لهم مثلا بلغات أجنبية متعددة. شو هي هاي الأنشطة اللي تخصص عادة للسياح ما تخصص للزوار من داخل دولة الإمارات؟ إحنا عندنا زيارات من الوفود السياحية وأيضا الوفود السياحية يعني يعرفون عن الدولة نفسها متجهة لعلم الفضاء والفلك. في عندنا خطة وفي عندنا مسبار الأمل في عندنا بالضبط هي في عندنا يعني مشاريع كثيرة متعددة في عندنا مرات رايحة الفضاء يعني هذه الأشياء تخلي السائح لما أو الوفود السياحية لما تدخل الدولة بيعرفون أن هذه الدولة لها يعني جزء أو مشاركة في قسم أو في مجال الفضاء والفلك صحيح. فأكيد يشوفون مكان نفس هذا بيقولون أنه لازم نزورها لازم نشوف يعني شو اللي عندهم أو نقدر نسألهم ما الذي يقدمه هذا المكان بالضبط أو المشاريع في المستقبلية أيضا نعم. فعندنا زيارات سياحية كثيرة جميل الحمد لله. شكرا لك أحمد صلاح الدين المرشد العلمي بمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك على هذه المعلومات. الله يوفق إن شاء الله كل الطلبة كذلك إن شاء الله يستفيدون يا رب من هذا المخيم الصيفي. شكرا أحمد.